الو سير مش ده غير اوه صباح الخير وفرحان لكم فيديو جديد. بيان سيغ الفيديو غادي يكون مختلف بزاف على باقي الفيديوهات. ما تشوفوش بعدا الدراري، عارف راسي طولت عليكم بزاف، شحال هادي ما حكيتكمش شي فيديو من درجة الاحكام بمناسبه يعني عودة الجماهير للملاعب. اليوم غادي نطلعوا نشجعوا فريقنا الغالي، فريق المغاربه ديال الفاسي اللي توحشنا بزاف، توحشنا نشوفو في ارضيه الملعب، توحشنا الطرفات اللي جالس نزهو معاها وتكون ديك لاغرين طاو ديك الهستيريا اللي يعني بواحد الشكل اللي زوين، ونبارطاجيو بزاف نتاع الحوايج ولي ميساج وبزاف نتاع الحوايج في الملعب. المهم بلا ما نطول لكم الدراري بزاف، هذا الفيديو هذا ولا هذا الفلوق هذا سبيسيال للناس اللي في الغربه، الناس اللي ما تقدروش يوصلوا للتيران، الناس اللي باغيين يشوفوا الاجواء نتاع التيران من الداخل، ماشي غير الاجواء نتاع التيران من التلفازه وصافي، حيت في التلفازه ما تيبانوش بزاف نتاع الحوايج. اليوم غنبارطاجي معكم بزاف نتاع الحوايج، غنبارطاجي معكم احسن حاجه تدوز في التيران. ما تشوفوش بعيد الدراري بزاف، خليكم معنا وما تنساوش ديروا لايك وتخليو شي كومونتير باش تشجعوني ندير شي حاجه اللي احسن وشي حاجه اللي اكثر. ما تشوفش بعد الدراري، ما تشوفش بعد لا فامي باق. البوحة الزكي رحمي علي حمي. واحد يبقى فينا ها
واش صعبت لك هذه بني فور لترانجي عدنا مونتالي في أنجي لي سافانيس كلهم مفيوزي شعلي راب كنقولو آمين شاء الله اليوم نخرجو رابحين اوكي لا فامي كيف ما شفتوا العشرين هما يلا سارت برميميطا تاع 2-0 ما قدرش الحكم يمشي للفار يعطينا ضربه جزاء ماشي مشكل ان شاء الله ندخلوا دوزيام ميطا نضربوا البيت ما تمشوش بعيد الدراري بارطاجيو معنا
غنى عليها قصة طويلة سبق اللي حكيتها في القناة الهدف من الغي خوتي الهدف من الغي ماشي بيس صوت أرجون نطولش عليكم بزاف مستشفى سي اش ال وهذا يعني المعروف المركب ما نطولش عليكم بزاف الدراري الاف والمئات تيجيو النهار باش يداو في هذا المستشفى وقفوا لا فيديو ودعوا معاهم الدراري قبل ما تكملوا لا فيديو وتنتمناكم كاملين تدعوا معاهم اللي تيشوف هذا الفيديو دعم هاد الناس اللي تيجيو شكرا بزاف على فاميلي المهم كملوا معاكم يا الصفرا يا عمري حراقة ماشي بنعاني اودي سبغي سمحي لي حب الصفرا حمق لي هبني وراشدني وحتى تقبلني وجاوبني وهي هي اللي تشفيني ادخل فريها وديارة عينة في الفراش كل شي بوجي صفرة سعران والبوة قتلة هو براو لعب اخويا زكريا العاس الله نهاية المقابلة التفوق المغرب رادي الفاسي عن جدارة واستحقاق بهدف لصفر أمام إم سي أو والمولا ديال واش هي هي اللي تشفينا Thank you.
كيف ما شفتوا واش لافامي كيف ما شفتوا خاتمه نتاع المباراه فوز المغرب الرياضي الفاسي على ام سي او مدريه وجديه هدف صفر كيف ما شفتوا الاجواء نتاع المقابله تسناو فيديو جديد تسناو فلوق جديد ما تشوفوش بعيد ساندونا بشي كومونتير وبارطاجيو مع العشرين ديالكم باش يقدر يوصل الفيديو ل 1000 لايك بيس ليكم كامل.